حلت نهاية العام وجاء موسم توجيه التحيات إلى ذكرى أولئك المبدعين الذين رحلوا عن عالمنا مخلفين أثرا كبيرا في قلوبنا. عام 2016 كان عاما عصيبا حقا بالنسبة لمحبي الموسيقى، إذ أنه بسبب مرض السرطان ديفيد بوي صعد فعلا إلى ما بين النجوم، فئة لا تضاهى تجسد مرحلة وإيقاعات لا تنسى. تجاوزت مبيعات مجموعاته الموسيقية 140 مليون ألبوما حول العالم، بفضلها أصبح المغني الأكثر شهرة عالميا. بالنسبة للكثيرين كان زيجي بطلا وداعا بوي. الممثل البريطاني ألان ريكمان هزمه أيضا مرض السرطان ليفارقنا في فبراير الماضي عن عمر ناهز 69 عاما. ريكمان اشتهر من خلال تقمص الشخصية الشريرة في عدة أفلام مثل روبن هود، كما عرفه الجيل الجديد بفضل دور الأستاذ سناب في سلسلة هاري بوتر الشهيرة. الروائي الإيطالي الشهير أمبرتو إيكو رحل عن الحياة عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة أدبية وأكاديمية وفكرية طويلة أكسبته شهرة عالمية وترجمت خلالها أعماله إلى عشرات اللغات. وفاة نجم الروك الأمريكي برينس المفاجئة شكلت صدمة لجمهوره في جميع أنحاء العالم، فقد عثر عليه جثة هامدة في منزله، لتثبت التحقيقات لاحقا أنه توفي بسبب تناول جرعة زائدة من مسكن للألم يحتوي على مادة الأفيون. برينس ترك بصمة واضحة في عالم الغناء والموسيقى قبل أن يغادرنا عن عمر ناهز 57 عاما. الممثل الأمريكي أنتوني يلشن حقق شهرة واسعة بعد تجسيده لشخصية تشيخوف في أفلام ستار تريك، لكنه توفي في ريعان شبابه وبسبب حادث غريب. الممثل الكوميدي الأمريكي جين وايلدر عرفه الجمهور من خلال أفلام كلاسيكية شهيرة مثل ويلي وينكا ومصنع الشوكولاتة ويونغ فرانكشتين. عملاق الكوميديا توفي في أغسطس الماضي بعد معاناة طويلة من مرض الألزهايمر. المخرج البولندي الشهير أنجي فايدا غادرنا بدوره في تشرين الأول الماضي عن عمر ناهز 90 عاما، تاركا وراءه باقة من الأفلام المميزة التي عكست تاريخ بلاده المعقد. فايدا استطاع أن يدخل السينما البولندية إلى العالمية. الأديب ورجل المسرح الإيطالي داريو فو فرق الحياة بدوره بعد مسيرة فنية زاخرة بالعطاء في مجالات متعددة، فهو أيضا شاعر وملحن وفنان تشكيلي ومناضل سياسي يساري. الموسيقار الكندي الشهير ليونارد كوهين ودع عشاقه في تشرين الثاني الماضي بعد 3 أسابيع فقط من إصدار آخر ألبوماته بعنوان تريده مظلما. أعمال كوهين ستبقى راسخة في أذهان محبيه وعشاقه في جميع أنحاء المعمورة مثل سوزان وطير على الأسلاك وطبعا هللويا. جورج مايكل كان مغنياً مثير اشتهر في حقبة الثمانينات والتسعينات بأسلوب غنائي يسمى بوست ديسكو وبوب الرقص، ما حقق له مبيعات عالية لألبوماته لاست كريسماس وويك مي أب بيفور يو جو. غادرنا في يوم عيد الميلاد، لكن إلى جانب موهبته الموسيقية دار لغط كثير عن تعاطيه المخدرات. ألبومه الجديد كان من المفترض أن يصدر عام 2017، لكن يوم الأحد مساء أعلن وكيل جورج مايكل عن الخبر الحزين.